لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى: الإحرام، قال تعريفه: هو نية أحد النسكين الحج أو العمرة أو نيتهما معا. نية أحد النسكين أي نية الدخول، نية بدء أحد النسكين، استمرار هذه النية. أنت ممكن أن تسأل إنسانا: أنت تنوي أن تعمر أو تحج هذا العام؟ يقول لك: أنا ناوي. زي ما أنت ناوي دلوقتي تصلي الصبح، لكن إمتى تبدأ صلاة الصبح؟ إمتى النية اللي هي ركن؟ ساعة ما تنوي أن أنت بدأت الصلاة، ساعة ما تقول الله أكبر وأنت ناوي أن الصلاة قد إيه؟ قد بدأت. بخلاف أنت ناوي بكرة تصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا نية أنني سوف أفعل، لا نية أنني قد بدأت الفعل ودخلت في الفعل. فكثير من الناس لا ينتبه لهذه المسألة ويظن أن الإحرام هو الملابس أو التلبية. وقد ذكرنا من قبل أن الحلال يمكن أن يلبي لأنه لم ينوي الدخول، ويمكن أن يدخل الإنسان في النسك وهو بملابسه وعليه فدية، أو أن يكون معذورا أو حتى آثما، لكن لو نوى الدخول في النسك فقد صار محرما. فالإحرام هو نية الدخول، نية البدء، نية أنه قد دخل في الإحرام. بل هذه المسألة كانت هي الواضحة عند العرب، ولذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بها، حيث قال: الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يعني تحريم وتحليل دي جاء منين؟ من المناسك، من النسك، من الحج والعمرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عشان يعرف لهم ان الصلاة لازم يبقى لها لحظة بدء ولحظة خروج، فشبهها بالحج والعمرة او بالإحرام، يعني انه احرم وتحلل. فكذا احنا دلوقتي محتاجين عشان الناس تفهم يعني ايه الإحرام، نشبهها بايه؟ بالصلاة، لانه بدأ النسك. وإلا فلو أن إنسانا دخل المسجد مثلا ووجد الناس يصلون فوقف بجوارهم، فلاهم ركع ركع وهو ما نواش أنه دخل في الإيه؟ في الصلاة. لقى الدنيا كده ولقاهم واقفين صف، راح جاي واقف جنبه، ده تبقى إيه ده؟ صلاته باطلة. فلو واحد لقى الناس راكبة الطيارات وراكبة بتاع ده ولبس وملابس واخد بالك، وراح جاي عامل كده من غير ما يقول أن هو إيه؟ بدأ، يبقى ما انتهاش بالركن ده. وهو ركن بمعنى انه ما تصحش العباده الا ايه؟ الا به، ولا في دم ولا في غيره حاجه تكبره. لازم ينوي الدخول، ينوي بدء المناسك. وهو ركن لقول الله تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. وقد سبق الكلام على حقيقه النيه وان محلها القلب. طب ما تفرقش في الحج والعمرة؟ لا ما تفرقش، وإنما يشرع تسمية النسك في التلبية وليس في النية. قال الكمال ابن الهمام حنفي: ولم نعلم الرواة لنسكه صلى الله عليه وسلم. روى واحد منهم أنه سمعه صلى الله عليه وسلم يقول: نويت العمرة أو نويت الحج. إنما هذه عبارات استحدثها بعض المتأخرين مما هي بدعة باتفاق المتقدمين. اللهم إني نويت العمرة فيسرها لي، اللهم نويت الحج فيسره لي، وهكذا. هذا بدعة. إنما المشروع أن يقول: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا. كأن التلبية بمنزلة التكبير للإحرام بالصلاة، وإن كان الصحيح أن التلبية واجبة وأن الإحرام يقع بالنية المجردة. بخلاف تكبيرة الإحرام، فإن تكبيرة الإحرام إيه؟ ركن، وإن كان الدخول في الصلاة يقع بنية الدخول.
ولكن المعتاد عند المسلمين مقارنة النية بالتكبير، نية الدخول مع التكبير، وكذلك عندهم عند عامتهم أنهم مقارنة نية الدخول في النسك بالتلبية، وأول تلبية منها يستحب فيها تسمية النسك، فلبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة وحجا، تسمية في التلبية وليس يعني تلفظ بالنية. آداب الإحرام. قال: الإحرام آداب ينبغي مراعاتها نذكرها فيما يلي: النظافة، وتتحقق بتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة والوضوء أو الاغتسال وهو أفضل، وتسريح اللحية وشعر الرأس. قال ابن عمر: من السنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام وإذا أراد دخول مكة. رواه البزار والدارقطني والحاكم وصححه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه الألباني. إذا كانت الحائض والنفساء كأسماء بنت عميس التي ولدت محمد ابن أبي بكر في ذي الحليفة، وأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وتستثفر وتحرم، فغيرها ممن ينتفع بالغسل أولى. إذا كانت هي لا تستطيع بهذا الغسل أن تصلي ولا أن تصوم، وإنما هو للتنظف، فغيرها أولى. وغسل دخول مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت بذي طوى. ذي طوى دلوقتي أصبحت يعني هي في الحرم، أصبحت دلوقتي حتى اسمها الزاهر، يعني من الأماكن القريبة من الحرم بالنسبة لاتساع مكة، ويغتسل بها. فيستحب إذا دخل مكة أن يغتسل، وهذا هذه سنة قليل من يفعلها، وهو أنه يغتسل لدخول مكة. إذا دخل أو يوصل الفندق يغتسل للدخول غسل يعني للتنظف، طبعا دون إذا كان على إحرامه، دون أن يستعمل ما فيه رائحة، رائحة طيب. نعم. ولو إذا ما كانش هو الصعب دلوقتي في أماكن، وهو ذي طوى دي في الحرم، فهي يعني إذا لم يجد مكان، هو مش هيجد مكانا يعني إلا في الفندق الذي يكون فيه. قال الثاني من آداب الإحرام: التجرد من الثياب المخيطة ولبس ثوبي الإحرام، وهما رداء يلف النصف الأعلى من البدن دون الرأس، وإزار يلف به النصف الأسفل منه. في الحديث الصحيح: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل، عشان كده تسريح الشعر واللحية، والدهن، ولبس إزاره ورداءه. يعني السنة الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة وهو لبس الإزار والرداء، لكنه لم يحرم إلا من ذي الحليفة. خرج من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداء. ولا ينبغي، وينبغي أن يكون أبيضين، فإن الأبيض أحب الثياب إلى الله تعالى. قال ابن عباس: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد ما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو أصحابه. رواه البخاري. التطيب في البدن والثياب وإن بقي أثره عليه بعد الإحرام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب، لمعان بريق الطيب، في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. رواه البخاري ومسلم. دليل أن الطيب يكون عمته في الرأس، دليل رسول كان بيحط طيب كتير لغاية ما يلمع فيه في وسط رأسه في مفرق رأسه، وهذا وهو محرم. يبقى امتى
ده كان قبل الإحرام، إن إذا أحرم حرم عليه أن يتطيب. طب اللي فات استمر، يعني ما يبدأ بيتطيب قبل أن يحرم، فإذا أحرم استدام الطيب الذي كان معه. كرهه بعض العلماء ولا وجه للكراهة، بل الحديث حجة عليه. ورواية أي البخاري ومسلم أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. يستحب التطيب عند الإحرام وعند التحلل بعد رمي الجمرة والذبح والحلق، فإنه يستحب التطيب. ومن أهل العلم أن يقول بعد الرمي يتحلل، لكن الصحيح أنه إذا كان له هدي فبعد الرمي يذبح ويحلق وبذا يتحلل. لا، قبل طواف الإفاضة يطوف طواف الإفاضة وهو قد تحلل ولبس اللبس المعتاد، زي قالت ولحله قبل أن يطوف البيت. هو التحلل الأصغر الذي يحل به كل شيء إلا النساء. وقالت: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فننضح جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. رواه أحمد وأبو داود، صححه الشيخ الألباني. وهذا فيه استدامة الطيب بعد الإحرام مع كونه لا يجزئ أثناءه، وأنه إذا سال أو تحرك على بدن المحرم لم يضره. قال: صلاة ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام، يقرأ في الأولى منهما بعد الفاتحة سورة الكافرون، وفي الثانية سورة الإخلاص. هذا محدث خصوصا مع التحديد، يعني لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون، الثانية بقول الله أحد، ليس فيها هذا في حديث. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين. هو مسلم، يعني إيه بالرفعين ركعتين؟ يعني الصلاة الرباعية بيقصر، مش ان هو بيركع بهم ركعتين مخصوصتين للإحرام، بل الثابت انه احرم عقب صلاة الظهر، عقب صلاة فريضة. يقول: وتلزئ المكتوبة عنهما كما ان المكتوبة تغني عن تحية المسجد. بل الصحيح اصلا انه السنة ان يقع عقب إحرام، الإحرام يقع عقب صلاة، فأي صلاة أجزأت. ولو كان دخل المسجد فيصلي تحية المسجد، أو يتوضأ فيصلي سنة الوضوء، أو يصلي تطوعا مطلقا ثم يحرم بعد ذلك. وليس هناك دليل على قراءة قل يا أيها الكافرون وقل الله أحد، إنما ورد هذا في ركعتي سنة الطواف، وليس في ما سمي عند كثير من المتأخرين بسنة الإحرام. لا يوجد سنة للإحرام، السنة أن يحرم عقب صلاة فريضة أو نافلة راتبة، أو صلاة النافلة لها سبب أو لا سبب لها، كل ذلك يجزي. قال: أنواع الإحرام. الإحرام أنواع ثلاثة، يعني ينوي إيه؟ قران وتمتع وإفراد. القران معناه ينوي الحج والعمرة معا، ويؤدي نفس المناسك بنيتين، نفس الطواف هيبقى طواف القدوم وطواف العمرة، هو طواف واحد، وسعي الحج وسعي العمرة هو سعي واحد، بس ناوي ان هما ايه للاثنين، ويبقى عليه طواف الإفاضة فقط، ويحلق مرة واحدة للحج والعمرة معا. ده القران قرن بينهما. تمتع مأخوذ من قول الله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. تمتع بترك السفر بين النسكين،
تمتع بأن أدى نسكين في سفرة واحدة دون سفر بينهما أو دون سفر إلى ميقاته بينهما، هذا أضبط. يعني لو سفر راح حاجة قريبة لم يخرج، يعني هذا لا يمنع أن يكون إيه متمتعا. عشان يقطع التمتع ده يطلع إلى ميقات بلده فيحرم منها بالحج، كده يبقى مفرد. ومنهم من قال بل يرجع إلى بلده، لكن الصحيح أن كل الأحكام متعلقة من ساعة الإحرام، والإحرام متعلق بالمواقيت. فإذا رجع المصري إلى الجحفة أو إلى المدينة فأحرم من هناك، وكذا الشامي فأحرم بعد أن كان قد عمل العمرة فرجع إلى هذا الميقات وأحرم منه الحج ثم دخل، فهو إيه؟ فهو مفرد. المدينة أبعد من الجحفة. النوع الثالث الإفراد. الإفراد يعني يحج فقط. معنى التمتع أنه يؤدي عمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج من مكة بالنفس السنة. القران يحرم بالحج والعمرة في أشهر الحج ويظل على إحرامه إلى أن يتحلل منهما، ويؤدي نفس المناسك بنيتين. وقد يطلق، أو هو في الحقيقة في اللغة الشرعية يطلق على القران تمتع، لأنه جمع بين النسكين، تمتع بأن جمع بين النسكين في سفر واحد، يعني في الاصطلاح الشرعي غير الاصطلاح الفقهي. الاصطلاح الشرعي الذي في القرآن وفي السنة تمتع رسول الله، نعم تمتع تمتع القران، غير تمتع أداء العمرة ثم التحلل ثم الحج. يقول وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة. هذا الإجماع نقله غير واحد من العلماء. المخالف في ذلك يعني نذر يسير كأنه شاذ، وهو قديما ابن حزم وابن القيم والشيخ الألباني ممن قال يجب التمتع، ولا أعلم أحدا صرح بوجوب التمتع غير الشيخ الألباني أو قبل الشيخ الألباني. وذلك أنهم ابن حزم وابن القيم بيقولوا بوجوب الفسخ لكن لم يقولوا بوجوب التمتع. وايه الفرق؟ انه ممكن يروح زي ده قول ابن عباس، لان ابن عباس بلا شك يوجب الفسخ بل يوقع الفسخ كرها على من طاف بالبيت. يعني ايه فسخ؟ نوى الحج، أتى فطاف طواف القدوم وسعى للحج أو يعني أو لم يسعى. عند ابن عباس وجب عليه أن يحل بعمرة ويجعلها عمرة، يفسخ هذا الحج إلى عمرة ما لم يكن له معه الهدي، ما لم يكن معه الهدي، ويحرم بالحج بعد ذلك. لكن ابن عباس يجوز أن يذهب إلى عرفة مباشرة. فمسألة أنه يجب التمتع كلام خطأ، والإجماع ده إجماع صحيح، وأنه يرزق أن يؤدي المناسك بأي طريقة منه. ولكن من لم يكن ساق الهدي وطاف بالبيت فقد حل عند ابن عباس شاء أم أبى. وعند ابن عباس وابن حزم وابن القيم أن من أراد الإفراد فليذهب إلى عرفة مباشرة أو إلى منى مباشرة. مفيش طواف قدوم. زي مين اللي عمل الموضوع ده؟ زي عائشة رضي الله عنها، بس كانت قارنة ما طفتش لأجل الإيه؟ العذر، أجل الحيض. ودخلت الحج على العمرة وصارت قارنة وأدت المناسك
ثم إنها طهرت يوم النحر فطافت وسعت، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك وسعيك أجزاءك من حجك ومرتك. قال فعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حدة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، كان ده في حضرته عليه الصلاة والسلام دليل على مشروعية أن يهل بأي نسك من المناسك. بعمرة ده هيبقى متمتع، بحج وعمرة ده قارن، من أهل بالحج فهو إيه؟ مفرد. قال فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، كلام عائشة. وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. رواه أحمد والبخاري ومسلم ومالك. هنا ينشأ كلام عجيب جدا. إزاي والرسول قال لهم: من كان منكم لم يسق الهدي فليحل ولجعلها عمرة، وهي بتقول: وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل. إزاي بقى؟ إيه وجه هذا الحديث المتفق على صحته؟ إنه اللي أهلوا بالحج ما فسخوا، ما تحللوش، مع إن الرسول قطعا أمرهم بالفسخ، أمرهم بأن يتحللوا. وجه الجمع إن اللي قصدها عليهم عائشة: أما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر، أي ممن سق الهدي، هم دول اللي ما تحللوش. وإلا فأبو موسى الأشعري كان أهل بحج وعمرة، لأنه قال: إني أهل كإهلال نبيك صلى الله عليه وسلم، فأصبح قارن، وما كانش معاه هدي فأمر رسوله أن يتحلل. وعلي بن أبي طالب أهل بإهلال كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام، فبقى قارن حج وعمرة وكان معاه هدي، فعشان كده ما تحللش. يبقى احنا عندنا ايه اللي بيخلي الناس يحل لها ان تتحلل بعمرة او لا يحل لها ان تتحلل بعمرة؟ الهدي، سوق الهدي. فمن ساق الهدي، طب والحج بيسوق هدي ليه؟ مش ما هو معلوش الدم الحج المفرد ده، الناس بتحج مفرد عشان ايه؟ عشان تهرب من موضوع الدم ده، عشان توفر موضوع الدم. نقول هذا سوق هدي تطوع، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق 700 نصيب، 100 من الإبل، كل بعير يكفي إيه؟ 7. والرسول صلى الله عليه وسلم ساق كل ده ليه؟ تطوع. فكان في من يحج تطوع، من يحج مفردا ويسوق الهدي تطوعا، وليس لأجل أنه إيه؟ أنه عليه دم، لا دم عليهوش حاجة، بس هو ساقه تطوعا. فهذا النوع من الناس إذا حج تطوعا، إذا ساق الهدي تطوعا، إذا الحج المفرد إذا ساق الهدي تطوعا لازمه أن يظل على إحرامه حتى يحل يوم النحر، حتى تحلل بعد أداء مناسك الحج. اللي هو يلزمه أن يفسخ إذا لم يكن قد ساق الهدي، نقول به. وده برضو ما يفوتش وجوب التمتع زي ما قلنا. احنا بنقول كلام ابن عباس: من شاء بالباقي، من طاف بالليث فقد حل، شاء مبى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. صحيح. طب القارن ممن جمع الحج والعمرة ممن ساق الهدي لا يحل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ممن لم يسق الهدي يفسخ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخ من طاف بالبيت. قال معنى القران، ليه سمي قران؟ إنه يقرن إيه؟ النسكين بنية واحدة، بعمل واحد، النسكين بنية الحج والعمرة معا وبعمل واحد. قال معنى القران أن يحرم من عند الميقات بالحج والعمرة معا، ويقول عند التلبية: لبيك بحج وعمرة. وهذا يقتضي بقاء المحرم
على صفة الإحرام إلى أن يفرغ من أعمال العمرة والحج جميعا. قال: أو يحرم بالعمرة ويدخل عليها الحج قبل الطواف. يبقى كان متمتع بقى إيه؟ بقى قارن زي مين؟ زي السيدة عائشة رضي الله عنها، أهلت بعمرة، وصلت مكة حاضت، في الطوف ولغاية يوم 8 والناس تتجه إلى الحج وهي لم تطهر، فبكت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتركي العمرة أو ارفضي عمرتك، دعي العمرة وأهلي بالحج. يبقى أدخلت الحج على الإيه؟ على العمرة، وصارت قارنة ولا تطوف البيت حتى تطهري، فلما طاف البيت أجزاء ذلك. تغيير النية في الحج والعمرة، فسخ الحج أو القران حج وعمرة إلى عمرة لمن لم يكن ساق الهدي. يمكن إدخال الحج على العمرة معنى التمتع. التمتع هو الاعتمار في أشهر الحج ثم يحج من عامه الذي اعتمر فيه، وسمي تمتعا للانتفاع بأداء النسكين في عام بأداء النسكين في أشهر الحج في عام واحد من غير أن يرجع إلى بلده. يعني عمل عمره في رمضان وبعدين حج من نفس العام، يبقى إيه؟ مفرد، مش مبقاش قارن. طيب عمل عمرة السنة دي وحج السنة اللي بعدها، مفرد. عمل عمرة ثم رجع إلى بلدي ثم عاد، كذلك كما اخترى. ربنا قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. إذن يبقى في مكة إلى الحج، أما إذا رجع يبقى رجع. قال: ولأن المتمتع يتمتع بعد التحلل من إحرامه بما يتمتع به غير المحرم من لبس الثياب والطيب وغير ذلك. وصفة التمتع أن يحرم من الميقات بالعمرة وحدها ويقول عند التلبية: لبيك بعمرة. وهذا يقتضي البقاء على صفة الإحرام حتى يصل الحاج إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق شعر رأسه شعره أو يقصره ويتحلل فيخلع ملابس ثياب الإحرام ويلبس ثيابه المعتادة ويأتي كلما كان قد حرم عليه بالإحرام إلى أن يجيء يوم التروية فيحرم من مكة بالحج. قال في الفتح: والذي ذهب إليه الجمهور أن التمتع يجمع الشخص الواحد، أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بين الحج والعمرة في سفرة واحدة في أشهر الحج في عام واحد، وأن يقدم العمرة وأن يكون مكيا. صحيح، وأن لا يكون مكي، لأن المكي الأكثر يقول لا يصح له التمتع. والصحيح أنه له تمتع بس ما لهش دم، لأن هو إقامته دي الطبيعية، مش تمتع بالعمرة إلى الحج. نعم بالضبط، ما فيش سفر. يعني لو واحد مكي قاعد في مكة وجه أثناء رمضان مثلا ورجع، خلاص ما ليس عليه شيء. طب لو هو عمل عمرة في ذي القعدة، ثم رجع إلى بلده لم يكن إيه؟ لم يكن متمتعا. لو أدى الحج مفردا ثم تمت ثم أحرم بعد الحج بالعمرة وقضى العمرة ليس عليه دم وليس متمتع. تمتع يبقى الإحرام بالعمرة قبل الحج في أشهر الحج في نفس السنة
في سفر واحد عن شخص لا يعني لا يلزم أن يكون شخصا واحدا، لا يلزم أن يكون شخصا واحدا، يعني عمل عمرة عن أمه في أشهر الحج والمتوفى، ثم بعد ذلك إيه أحرم بالحج عن نفسه، يبقى إيه متمتع، لأنه ترك السفر بين النسكين. يعمل كذا عمرة، المهم بالعمرة الواحدة منهم بقى متمتع، عمل كذا عمرة ما زال متمتع. ها عن الغير يبقى في التنعيم أو من الميقات، وعلى أي الأحوال هو أيوه تمتع. يبقى متمتع. لا يرحل من مكان مكة وعليه هدي التمتع. أي أنواع النسك أفضل؟ اختلف الفقهاء في أفضل الأفضل من هذه الأنواع، بناء على اختلافهم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، لأنه رويت روايات متعددة. الثلاث أنواع رويت باللفظ، منهم من قال تمتع رسول الله، منهم من قال أهل رسول صلى الله عليه وسلم بالحج، ومنهم من صرح بأن رسول كان إيه أهل بعمرة وحج. أصح الأقوال بما لا شك فيه أنه أحرم قارنا وأدى المناسك قارنا، وقال من أول النسك لبيك عمرة وحج. اللي قالوا تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدهم القران، زي ما قلنا التمتع يسمى يدخل فيه مسمى الايه القران، لانه تمتع بترك النسك بين بترك السفر بين النسكين. واللي قال افرد صلى الله عليه وسلم بالحج لم يسمعه يقول عمره في حج، فظن ان الرسول احرم بالايه بالحج، او ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذن في ذلك فنسب اليه، زي بالظبط ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، أذن في العاشرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالناس ناوية الحج، فعشان كده لأن الرسول أهل بالحج أخطأ ولكنه لم ينحرف. لا الأفضل التمتع مطلقا. نعم. والأفضل ما يسوقش الهدي. الأفضل لمن ساق الهدي أنه يقرن. والأفضل أن لا يسوق الهدي وأن يتمتع. ها؟ عايز يسوق هدي يسوقه من ميقات متسوق. يروح يشتري من الجحفة ولا من رابغ غنم ياخدها معاه في العربية. يأجر عربية مخصوص. يأجر عربية مخصوص، ما ينفعش الأتوبيس. الأتوبيس هيعمل إيه بقى؟ كله هيمأمأ. يشتري صك من المدينة لا؟ اللي يشتري صك من المدينة ولا قيمة لذلك. على فكرة نحن لا ننصح بالسكوك، لأن الأعداد هائلة، ولا توجد رقابة شرعية صارمة على أنواع البهائم. صعب. متاح ان انت تتفق مع حد وتقول له عايز اشتري، هتجيب بنفسك. من حاجات خاصه يعني، ليست البنك الاسلامي. طبعا تروح بنفسك وتدور عليها، تطلع سنانها، تشوف كده طلعت ثانيه. ها عندكم حد طبيب بيطري يديكم درس؟ الدرس في السنان ده طبعا ده مهم عشان موضوع الاضحيه وعشان الهدي. السنان دي سنان لبنية، تلاقيها سنان قصيرة كده، السنان التانية كبيرة وكده وزي الناب، فانت بص من تحت كده تعرف اذا كانت كسرت ولا ما كسرتش. كسرت يعني طلعت سنان دائمة، هتلاقي السنان اللبنية صغيرة قصيرة بقى واضحة تماما. لا اللبنية خلاص بتقع. هي بتوقع السنان دي وتطلع ليه؟ لا لازم تكون طالعه، مش هتقع لما تطلع. يا عم فين دكاتره السنان؟ ده في البني ادمين كده. دي اللي بتزق دي اللي جنبها. لا هم بيطلعوا الاثنين دول كده والتانيين بيكونوا وقعوا.
ده موضوع في البقر مهم جدا، وفي الايه وفي الماعز مهم جدا. اما الضأن فالامر فيه واسع. ايه ده الضأن مع النمو 6 شهور أو 9 أو 7؟ ذهب الشافعية إلى أن الإفراد والتمتع أفضل من القران، إذ أن المفرد أو المتمتع يأتي بكل واحد من النسكين بكمال أفعاله، عمرة كاملة وحج كامل، والقارن يقتصر على عمل الحج وحده، يعني بيعمل العمل الواحد وينوي نيتين، فقالوا ده عمل قليل يبقى ثوابه قليل. وقالوا في التمتع والإفراد قولان، أحدهما أن التمتع أفضل، والثاني أن الإفراد أفضل. وقالت الحنفية القران أفضل من التمتع والقران، من التمتع والإفراد، والتمتع أفضل من الإفراد. وذهبت المالكية إلى أن الإفراد أفضل من التمتع والقران، وذهبت الحنابلة إلى أن التمتع أفضل من القران ومن الإفراد، وهذا هو الأقرب إلى اليسر والأسهل على الناس. طبعا هو معظم الناس النهاردة بيتمتع، هو مسلم، وهو الذي تمناه صلى الله عليه وسلم لنفسه وأمر به أصحابه. رواه مسلم عن عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده، فقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فأمرنا أن نحل، قال حلوا وأصيبوا النساء، ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا 5 أمرنا نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، فحلوا فحللنا وأسمعنا وأطعنا. قال جواز إطلاق الإحرام، من أحرم إحراما مطلقا قاصدا أداء ما فرض الله عليه من غير أن يعين نوعا من هذه الأنواع الثلاثة لعدم معرفة بهذا التفصيل جاز وصح إحرامه. قال العلماء ولو أهل ولبى كما يفعل الناس قاصدا للنسك ولم يسمي شيئا بلفظه ولا قصد بقلبه ولا تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا صح حده أيضا، وفعل واحدا من الثلاثة. لا يقع إن حسب ما يصرفه، شوفوا عملي حسب العمل. خلاص نقول له عايز يصرف لي واحد عيبنا. قولوا قولي هذا أستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.